عملية أول مرة تجرى في شمال غرب سوريا. عملية جدا مكلفة، عملية جدا تخصصية، بدها تعب من الأطباء، بدها متابعة طويلة الأمد. بدأنا مع منظمة ساونز مشروعنا على زرع الحلزون للأطفال الصم. المرحلة الأولى رح نزرع فيها 5 حالات لأطفال عندهم صمم تام. تكمن أهمية هاي العملية عند الأطفال إنها تنقله من مرحلة اللا سمع إلى مرحلة سماع الأصوات. انتبهت على الصبي إنه عمره شي سنة ونص، إنه ما عم بيسمع وكذا، بيختاروا 5 من زراعة الحلزون، فاختارونا نحن. الجهاز اللي بده يتركب لكل طفل هو جهاز غالي الثمن، حوالي 10,000 دولار، بيحتاج لبرمجة، بعد منها الطفل بده يخضع على إعادة تأهيل وتدريب، حتجري بمركز التأهيل المتوقع عنا.